له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الماهر، هذا البرنامج الذي يعتني بالقارئين ويعتني بالقرآن الكريم وبالتعريف بالمدارس القرآنية وبمن اشتغل بقراءة القرآن أو التعلم أو التعليم. فلا يفوتني أبدا أن أنوه إلى الحرص الشديد من متتبعي هذا البرنامج، برنامج الماهر بالقرآن، والذي نستشرف فيه معكم في هذه الإطلالة إلى التنويه والشكر الجزيل للقائمين على هذا البرنامج ولمن شاركونا بالنصائح وبالتلاوة وبالأسئلة والتوجيه، وكان من حرصهم الشديد أنهم يعني دأبوا على المحافظة على برنامج الماهر، لا لشيء إلا لأنه تعلق بالقرآن الكريم. هناك أسئلة كثيرة تأتي من مشاركين يتصلون بصفحة الماهر، وإن شاء الله تعالى سوف نقتطع جزءا من وقت البرنامج مستقبلا للرد على بعض الأسئلة والتوجيه فيها والإشارة إلى ما ينبغي أن يقيمه الإنسان في تصحيح لسانه بالقراءة الصحيحة. وهذا البرنامج لضيق الوقت فيه ركزنا على هذه المكالمات التي تأتينا من مشاركين يريدون أن يسمعوننا ويشنفوا آذاننا ببعض التلاوات، فنركز معهم إلى أن نجد وقتا جديدا بإذن الله تعالى في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. معنا مكالمة. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله شيخ، لاباس بخير. أهلا وسهلا بك. وشلونكم شيخ لاباس؟ والله نعمة وعافية وستر ولله الحمد. الحمد لله. وأنتم بخير؟ الحمد لله شيخ بعافية. الله يديم علينا العافية والصحة. آمين إن شاء الله. الأخ الاسم الكريم من أي منطقة؟ معك علي من الجزائر العاصمة. أهلا وسهلا علي. طبعا نشكر أخونا علي وكل المشاركين اللي راهم يعني يتصلوا بينا ويشاركونا في الماهر، وهذا لا يدل على شيء، إن دل على شيء فإنما يدل على حرصهم واجتهادهم. هنا علي جزاك الله عنا كل خير، تفضل استعيد وانطلق وقرأ ما تيسر واستمع إلى التوجيهات، تفضل. إن شاء الله شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم تريدون، أعد علي من فضلك. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ نعم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أعد علي. ومن يتبدل الكفر، أعد. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ننبه فقط إلى فقد ضل. القاف يستعلى لأنه حرف من حروف الاستعلاء، نقول فقد ضل مع إظهار قلقلة الدال. تفضل أعلى. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من عند حسدا أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره بأمره علي فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نعم إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قدموا وما لأنفسكم تقدم أعد وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. شكرا شكرا علي، أعد من فضلك. وما تقدم أعد وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله جيد إن الله بما تعملون بصير. نعم شكرا علي، انتبه فقط للراء حال الوقف عليها في كل مواضع الوقت، الوقف من العوارض أو من رؤوس الآية. الراء لا حرف بيني، فلا بد أن يجري الصوت فيه جريانا جزئيا وينحبس كذلك انحباسا جزئيا، ولهذا قل مثلا إن الله على كل شيء قدير. أعيد من فضلك. إن الله على كل شيء قدير. جيد جيد ما شاء الله، بارك الله فيك علي على هذه المشاركة وعلى هذا الأداء الطيب. تقرأ حفص؟ حفص نعم. عن عاصم يعني؟ حفص عن عاصم نعم. وأرجو أنك تشاركنا ودائما تبقى معنا، والحصة القادمة إن شاء الله والمشاركة القادمة تكون أحسن من هذه، لأني نحس فيك يعني مرتبك شوية و شوية الزكام شيخ. راك مريض، عافاك الله ان شاء الله شيخ. جزاك الله اخوينا علي، بارك الله فيك. طبعا الله يجزيك، بارك الله فيك. علي من العاصمة، قراءته طيبة ما شاء الله، وراه أشار إلى أنه مريض، نسأل الله أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء وأن يعافي مرضى المسلمين ويرحم موتاهم، آمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وأن يمطرنا وأن يرزقنا المطر، اللهم حوالينا ولا علينا يا رب العالمين. قراءة علي يعني أشارت إلى شيء مهم، أن علي قراءته طيبة لكن يقدر باش يكون أحسن، لكن لابد بالاجتهاد، لابد عليه بالاجتهاد. كما ننوه إلى أن الحصة على الماهر لا تهتم أبداً بالمجيدين المتقنين الضابطين، إنما نرجو أن يحرص كل أخ وكل أخت، أن تحرص كل أخت على أن تشاركنا في برنامجنا هذا بالنصيحة والتوجيه والمشاركة والتلاوة، لأن هذه الحصة موجهة لفئة عريضة واسعة، فئة المتوسطين وتحت المتوسط. ما يقولش الإنسان أنا لا أجيد التلاوة، احنا رانا كلنا نتعلم، لا يستنكف الإنسان ولا يستكبر فلا ينال العلم مستحن ومتكبر، نسأل الله أن يعني نكون بعاد على هذا الصفتين، لكن لابد أن ننوه أن هذه الحصة موجهة لهذه الفئة بالذات، فلا يعني تبخلوا علينا بنصائحكم ومشاركاتكم وتلاواتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم، وبارك الله فيكم مقدما. معنا مكالمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، الأخ من أي منطقة؟ أبو جمعة من ولاية أضرار.
أهلا وسهلا يا أبو جمعة من أدرار. كيف حالكم يا شيخنا الفاضل؟ والله نعمة وعافية وستر، وأنتم كيف حالكم؟ والله الحمد لله، نحمد الله تعالى ونشكره. أنت الآن في الصحراء في أدرار يعني؟ أكيد. لخطر ممكن تكون من أدرار لكن الحين ماكش في أدرار. كيف حال الصحراء؟ كيف حال أدرار؟ كيف حال الوضع الصحي؟ كيف حال الأمر هناك؟ والله هذه الأيام، وخاصة نحن على أبواب فصل الشتاء، إن شاء الله. فاليوم أقصد السكان يعانون من قساوة البرد هنا في الصحراء هذه الأيام. الصحراء باردة، نعم. وأما فيما يخص الوباء فنحن أكيد دائما مع الإجراءات الوقائية و ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربي يحفظكم ربي يحفظكم خويا أبو جمعة ويستركم، وإن شاء الله يخليكم لينا، وإن شاء الله ربي يسلم بلادنا وبلاد المسلمين والعالم كله من هذا، ويرفع علينا هذا البلاء الذي ذكرنا بالله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ربي سبحانه حاشاه أن يعذب عباده بهذا البلاء، إنما يرجو منهم أن يعودوا ويؤوبوا إليه. نسأل الله أن يردنا إليه بحول الله. خويا أبو جمعة تشاركنا بتلاوة؟ استعذ وانطلق وانتبه إلى التوجيهات من فضلك يا أبو جمعة. إن شاء الله إن شاء الله يا أستاذ. تفضل تفضل. سأقرأ بإذن الله سورة هود الحزب 23. ما تيسر ما تيسر، انتبه فقط إلى التوجيهات فقط. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل استعذ وانطلق. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبو جمعة نعم. حاول الراء المشددة لا تكررها، ما الراء من صفتها التكرار، لكن كما قال الإمام الجعبري للتفادي، هذا التكرار للتفادي، معليش أن تكون مكررة مرة كما قال الإمام الجعبري مرة أو مرتين، هذه لتحقيق الصفة، لكن أن تكون مكررة تكرارا كثيرا هذا مما ينبغي أن يتفاداه القارئ. نقول بسم الله الرحمن وليس الرحمن، انتبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا أبو جمعة. نعم. اللام المشددة ما تتكش عليها، إلا على الله رزقها. وما من دابة في الأرض إلا وليس إلا، ما اتكاش على اللام. نعم. إلا على الله وليس إلا على الله. انتبه. شكرا. أعيد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها نعم ويعلم مستقرها ومستودعها جيد كل في كتاب مبين جيد وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا نعم جيد لكن لابد من الإشباع ليبلوكم أيكم أحسن عملا أعيد من فضلك يا أبو جمعة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نعم ولئن قلت إنكم
مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يا أبو جمعة، نعم، قراءة ورش من طريق الأزرق معروفة بإشباعها في المدود المنفصلة والمدود المتصلة، فلا تضيق على نفسك. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا، أعد من فضلك، استجمع أنفاسك وقرأ من فضلك، أعد. ولئن قلت، استجمع أنفاسك يا أبو جمعة. نعم. ولئن قلت إنكم مبعوثون، الباء من حروف القلقلة إذا كانت ساكنة. نعم. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا. جيد. لا يقولن، استجمع أنفاسك. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما اتكش على اللام، لا ينبغي أن يتكأ على أي حرف مشدد إلا إذا كان ميما مشددة أو نونا مشددة، أما الحروف ما سوى هذين الحرفين فلا يتكأ عليهم أبدا. نعم. واصل. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسها. جيد. ألا يوم يأتيهم ليس. أعد. ألا يوم يأتيهم ليس. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. جيد. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. ولئن ذقنا مع قلقلة القاف واستعلائها، أعيد من فضلك. ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. نعم. ولئن أذقناه أذقناه أعيد. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. عني ليقولن. ليقولن ذهب السيئات عني. عني مد فقط. ليقولن ذهب السيئات عني. نعم. إنه لفرح فخور. شكرا أبو جمعة. العفو أستاذ. ما شاء الله، قراءتك طيب وصوتك يعني صافي، ومخارج حروفك في عمومها طيبة، لكن اجتهد أكثر. نعم. ولا ينبغي أن يجتهد في القرآن وقراءته اجتهادا عصاميا، لابد من شيخ يلقنك. نعم. ويعلمك ويقوم على نقلك من درجات إلى درجات أعلى إن شاء الله بحول الله. لكن والله ما شاء الله أداءك، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حروفك صافية. احنا نقول دائما نرجو من أن يرتقي الإنسان
إلى درجات أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. نعم إن شاء الله. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ذكرني بالحديث. والذي يتتعتع فيه، والذي يتتعتع فيه أو يتعتع فيه قال له أجران. ولهذا يعني الإنسان مهما كان وقرأ القرآن، كان ماهرا أو كان دونه، فإنه مأجور بإذن الله تعالى، وهذا من بركة القرآن. فبارك الله فيك بجمع على مشاركتك، وما يعني دائما ما تبخلوش علينا بمشاركاتكم، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يهتم بالقرآن الكريم وبأمثالك من القارئين والمجتهدين. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. نسأل الله سبحانه وتعالى باش يلاقينا بكم في ساعة خير، ونسأل الله أن يبسط عنا الخير بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا شكرا. نرجع إلى بعض يعني التنويه إلى أو التوجيه لبعض ما تفضل به أخونا علي وأخونا أبو جمعة. طبعا احنا دائما نقوله باللي هذا البرنامج يهتم بالتوجيه بالقراءة، قراءة القرآن للإخوة والأخوات اللي يكونوا يعني لا يشترط أن يكونوا يعني متفوقين في القراءة، ولا احنا أهلا وسهلا بالجميع، لكن قد يستنكف الإنسان أحيانا كثيرة ويقول يعني أنا راني ضعيف أو راني يعني دون المتوسط أو شيء من هذه المستويات. لابد أن يرد الإنسان على مثل هذه يعني الحديث، النفس، حديث النفس لابد أن يرده. بماذا؟ بأن يتغلب، بأن يتفكر بأن الإنسان مهما كان حتى ولو كان مجيدا ضابطا متقنا لابد أن يمر على هذه المراحل. طبعا كاين مشاركات كثيرة لبعض الإخوة اللي خلات يعني بصمة كبيرة، خاصة بعض المشاركين اللي دائما هم أوفياء لهذا البرنامج مع هذا الانقطاع، لكن كانوا دائما يراسلوننا ويوجهون إلينا توجيهات. فبارك الله فيكم. قلنا أننا إن شاء الله بحول الله سوف نرد على بعض الأسئلة، وإن شاء الله بحول الله نأمل باش نكونوا في صحة وعافية وفي أيام نكون أفضل من هذه الأيام. فنستسمحكم ومعنا مكالمة. أهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. انقطعت. قلنا الإخوة والأخوات اللي راهم أوفياء لهذا البرنامج نقول لهم ربي يجازيكم، ولعل الإنسان يستحي حينما يذكر بعضا من يعني حملونا المسؤولية في بيان الحق. وطبعا الإنسان لا يستنكف عن أن يكون معول خير، لا سيما إذا تعلق الأمر بالقرآن الكريم. فخيركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن نعتقد أننا في هذا البرنامج وفي هذا المنبر وهذا الموضع بالذات إنما هو بالنسبة إلي هو منبر من منابر الدعوة والتبليغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ألو، السلام عليكم. مكالمة رجعت. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي الكريم. مرحبا بك شيخ. أهلا وسهلا. أهلا بك شيخ. من معي؟ إيصول عزيز. عزيز. عزيز إيصول عبد العزيز. عبد العزيز، أهلا وسهلا. من أي منطقة عبد العزيز؟ من أي ولاية؟ من الجزائر العاصمة، من حسيندا. حسيندا، أهلا وسهلا. أهلا شيخ. تشاركنا بتلاوة عبد العزيز؟ نعم. إذن انطلق، استعذ
وانطلق وتنبه لبعض التوجيهات اللي يعني نوجه بها بعض الأخطاء اللي نستفاد منها ونفيد المشاهد الكريم. صح، بارك الله فيك شيخ. استعيد وانطلق عبد العزيز من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. عبد العزيز من فضلك. شوف وعجبوا أن جاءهم، ويشار إلى المد بحلية. بارك الله فيك شيخ. أتفضل، يعني كاين مدود وعجبوا. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما بل هم أعيد عزيز بل هم في شك من ذكري أعيد من فضلك بل هم في شك ما يذوقوا عذاب عبد العزيز أنام. أعيد من فضلك بل هم في شك من ذكري أعيد وانطلق الملأ منهم أن اصبر أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب بل هم أعيد من فضلك بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أعيد من فضلك بل هم في شك بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب عبد العزيز جند جند ما هنالك جند عبد العزيز عبد العزيز جند ما هنالك جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب شكرا عبد العزيز بارك الله فيك شيخ عبد العزيز انتبه معايا إلى هذه السور أو إلى بعض العارض أو بعض رؤوس الآي فيها مثلا إن هذا لشيء عجاب الباء إن هذا لشيء يراد الدال إن هذا إلا اختلاق القاف القاف بارك الله فيك هذه الحروف واسمها عبد العزيز أنا ما بارك الله فيك هذه الحروف انتبه معايا عبد العزيز هذه الحروف واسمها حروف قلقلة فإذا قريت عبد العزيز
إن هذا لشيء عجاب. اختلاق يراد، لا بد من قلقلتها. حبيت نسمع فقط القلقلة، إن هذا إلا اختلاق. اقرأ. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. جيد 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 جيد، ما شاء الله. هذه الحروف، هذه حروف قلقلة، اقرأها على نحو ما قرأت، ما تخليش القلقلة يعني تروح من قراءتك، يعني في ما ينبغي أو فيما تعلق بهذه الحروف. شكرا عبد العزيز. الشيخ بارك الله فيك، الله يجازيك على مشاركتك وعلى هذه الأداء اللي كان منك يعني فيه اندفاع، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الحرص في قراءة القرآن وفي تلاوته. شكرا عبد العزيز. على خير. شكرا، بارك الله فيك. طبعا عبد العزيز وابو جمعه وعلي شاركونا بهذه التلاوات. فقط ننوه الى ان عبد العزيز قرأ من مطلع او بدايه سوره صاد، وصاد من السور اللي قد تنتهي في بدايه بعض اياتها الاول بحروف القلقله، فننتبه الى هذا. وعجبوا، قال وعجبوا أن جاءهم منذر، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، إن هذا لشيء عجاب. اختلاق، إن هذا لشيء يراد. فهذه الحروف المجموعة في قوله قطب جد هي حروف قلقلة، حروف قلقلة، وتكون القلقلة في وسط الكلمة وفي آخرها، وإذا كانت في وسطها كانت قلقلة صغرى، أو اصطلح على تسميتها بالقلقلة الصغرى، والأداء فيها يكون رتبا على حسب ما يقرأ الإنسان. أما إذا كانت هذه الحروف في نهاية الكلمة وفي الوقف عليها لابد أن تكون حروف مقلقلة. طبعا بارك الله في الإخوة المشاركين وفي تلاواتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم الخير. وكما اعتدنا في برنامجنا هذا أن ننتقل إلى ركن القراءة نموذجية بعد هذا الفاصل، ونرجع إليكم. نرجع إليكم ومعكم أحبتنا الكرام في هذا الركن اللي هو اعتدنا عليه، اللي هو ركن القراءة النموذجية، وكنا قد وصلنا إلى سورة الصافات ابتداء، لكن أردت فقط أن أبتدئ من نهاية ياسين وأنتقل إلى بداية سورة الصافات لنذكر بعض أوجه الانتقال من سورة إلى سورة تليها عند الأزرق وما هو المقدم فيها. فنقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصافات صفا. هذا الوجه هو وجه السكت وهو المقدم. وإليه ترجعون. والصافات صفا. هذا الوجه وجه الوصل، ويلي في الرتابة وجه السكت، وهي من الأوجه التي تقرأ بدون بسملة أو بحذف البسملة. ثم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصافات صفا وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. هذه الأوجه الخمسة من سكت ووصل بحذف البسملة ووصل الجميع مع الإتيان بالبسملة، هذه خمسة أوجه وهي المقروء بها عند الأزرق. وطبعا ذكرنا أن السكت هو الوجه المقدم في كل هذه الأوجه. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ويجوز فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أقرأ. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أخطأت، قرأت برواية حفص بزينتين الكواكب، أما الأزرق فيقرأ بزينة الكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. نقف عند هذا الحد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قدمنا وفيما تناولنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ولا ينقصنا. فالقرآن الكريم معين فيه بركة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وأقول في الأخير استسمحكم وأشكركم على مشاركاتكم ونصائحكم وإرشادكم لنا، هذه الحصة حصتكم فلا تبخلوا علينا بالتوجيه. نشكر كل القائمين على نجاح هذه الحصة، حصة الماهر، وتبسيطها وتيسيرها لأن يراها المشاهد في أحسن حلة. وفي الأخير أقول لكم إلى لقاء آخر قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.